الحازمية قدام السفارة الإثيوبية. كل هالبنات قاعدين هون، في بنات قاعدين بالخارج جوا، طلع خطة بركم إياها. مامان ما عندهم تواليت، يعني عايشين بس من الناس اللي عم يعطوهم مي وأكل ومن رفقاتهم يلي عم بيجيبوا لهم أكل. أزمة تلو الأخرى تهاجم لبنان منذ سنين، لتزداد الأمور سوءاً على اللبنانيين خلال أزمتي كورونا والبنوك، إلى أن اندلعت المظاهرات بين الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والسخرية مما سماها المتظاهرون بوفاة الليرة اللبنانية. لكن اللبناني لم يعد الوحيد الذي يعاني، حيث انتقلت المعاناة إلى العمالة الوافدة وتحديداً عاملات المنازل التي لم يعد يستطيع أصحاب العمل دفع رواتبهن بالدولار، بل يعجزون عن دفع الرواتب بالليرة اللبنانية نظراً لفرق السعر الضخم بين العملتين. وكانت النتيجة افترشت العشرات من عاملات المنازل الإثيوبيات الأرض أمام القنصلية الإثيوبية في بيروت بعد أن تم الاستغناء عن خدماتهن وتقطعت بهن السبل. هذه المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت استياء ناشطين وحقوقيين في لبنان، طالبوا باتخاذ خطوات فورية لحمايتهن، علما بأن وزيرة العمل لميا يمين قد أعلنت أنه سوف يتم توفير فندق للعاملات وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل. من بيروت تنضم إلينا المحامية والحقوقية ديالا شحادي. متر ديالا، أهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. منذ ساعات الأمس وينتشر هذا الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وأثار حفيظة طبعا رواد هذه المواقع، ولكن اليوم السؤال هو من يتحمل مسؤولية العمالة الوافدة في ظل ظروف بالفعل صعبة على اللبنانيين كافة؟ المسؤولية القانونية بالدرجة الأولى هي الجهة يعني رب العمل أو أرباب العمل المتعاقدين مع هؤلاء الوافدين، والذين التزموا بموجب نظام خاص بالعمال المنزليين بدفع رواتب تعد يعني بخسة نسبيا بالنسبة للتكلفة، تكلفة المعيشة في لبنان، كانت وبتأمين الطبقة لهم وبتأمين تذكرة العودة لهم. عم تسمعيني؟ نعم أسمعك. كنت أعلق وقلت أنه كانت بخسة، بما أنه اليوم من الصعب على رب العمل تأمين مبلغ بالنسبة له بات يوازي راتبه الشهري 4 أضعافه. تماما، يعني اليوم الحد الأدنى في لبنان يوازي 450 دولار بالسعر الصرف الرسمي المعتمد حتى الآن 1500 ليرة تقريبا، ولكن كلفة المعيشة الفعلية والتعامل بالدولار في السوق السوداء التي هي مهيمنة على السوق اللبناني جعلت قيمة الدولار 3 أو 4 أضعافها أضعاف ما كانت عليه من قبل. عدد كبير من أرباب العمل غير قادرين على دفع هذه المرتبات، وإلا كانوا لربما كانوا لجأوا إلى توظيف لبنانيين ولبنانيات في هذه الوظيفة، والأنكى من ذلك أنهم يقولون أنهم غير قادرين على دفع تذكرة العودة، خصوصا أن تذكرة العودة أيضا تضاعفت قيمتها بالنسبة للعملة اللبنانية من جهة، وعلى ما يبدو هناك قيمة إضافية من أجل مواكبة ظروف كورونا في الدول التي يسافر إليها هؤلاء لجهة إقامتهم بفنادق. المسؤولية هنا إذا لم يكن هؤلاء قادرين على الإلمام بهذه التبعات القانونية، لابد أن تتحمل المسؤولية الدول التي هؤلاء العمال الأجانب هم مواطنون فيها، يعني بأي بلد بالعالم وخصوصا بظروف كورونا يتجه المواطن إلى سفارة دولته ويطلب منها إجلاءه. فيعني حتى السفارات الغربية التي هؤلاء هذه الفئة من العمال المنزليين هم مواطنين فيها لم تقدم حتى الآن على ما يبدو حلولا معقولة أو أن تتقدم لاتخاذ مسؤوليتها الكاملة أو المشتركة مع الدولة اللبنانية من أجل إجلاء هؤلاء إلى دولهم.
طب متر ديالا، هل أخطأ رب العمل بهذا التصرف، وهل كان من المفترض أن يتوجه إلى السفارة؟ يعني هل لديك أيضا أي معلومات حول إذا كانت سفارة أو قنصلية العاملات قد تواصلت معهن من أجل تأمين عودتهم وإجلائهن إلى بلد المنشأ؟ بقدر معرفتي فيما يتعلق بدور السفارات تحديدا، نتحدث عن سفارات مثل السفارة الأثيوبية والسريلانكية والبنغلاديشية، يعني وهي السفارات التي تمثل شريحة العاملات والعمال المنزليين، الشريحة الكبرى منها في لبنان. هذه السفارات قلما قدمت حقا المعونة لمواطنيها حتى في نزاعات واقعة بينهم وبين أرباب عملهم في لبنان، وتمتنع دوما عن تسديد تذكرة السفر للعودة التي يحمل الأمن العام اللبناني دوما المسؤولية في سدادها وفق الاتفاق المعقود يعني مع أرباب العمل، فيخضعهم لتدبير إداري إذا ما امتنعوا عن ذلك، ويقوم بإجلاء الرعاية الأجانب على نفقة مرات الأمن العام مؤقتا إلى أن يدفعها الكفيل اللبناني. يعني نحن اليوم في أزمة حقيقية، فاللبناني هو يسائل دولته عن المستوى المتدني الذي بلغه ماليا بسبب سقوط العملة اللبنانية من جهة، والبطالة والفساد الإداري من جهة أخرى، وأيضا ثمت مسؤولية لهذا المواطن اللبناني تجاه موظفيه سواء كان هؤلاء الموظفين اللبنانيين. طب اليوم وزيرة العمل قالت بأنه سوف تلاحق أرباب العمل، وزيرة العمل قالت أنه سوف تلاحق أرباب العمل ويعني الأشخاص الذين يعني كفيل يعني عن العاملات، هل تتوقعين أن فعليا تأخذ أي إجراءات بالقانون يعني لمحاسبة هؤلاء؟ بالقانون حتى من دون تدخل وزارة العمل، بالقانون وتحديدا عم نحكي عن الشريحة المتعلقة بالعمالة المنزلية لأنه لها نظام خاص لا يخضع لقانون العمل اللبناني، بالقانون تقع المسؤولية حتى حين يرتكب الأجنبي العامل المنزلي جرما بحق رب العمل، تقع المسؤولية دوما على رب العمل لدفع نفقات سفره وعودته إلى موطنه. هذا الأمر محسوم وكان دوما يطبق كما ذكرت يعني بواسطة المديرية العامة للأمن العام التي تلاحق أو تخضع الكفيل لتدبير إداري إذا ما امتنع عن دفع هذه التذكرة. ولكن المشكلة اليوم أنه حتى الأمن العام لا أعتقد أنه سوف يكون قادرا على تسفير هؤلاء على نفقته ولو حتى مؤقتا بسبب هذا التضخم المالي والانحدار الاقتصادي الذي نعيشه. ما الحل؟ لابد من أن تتقدم السفارات الأجنبية التي هؤلاء الفئة الضعيفة هم مواطنين فيها لتتشارك المسؤولية في ظل هذه الظروف العامة التي لاحقت بالعالم ككل وليس فقط بلبنان. شكرا لضيفتنا من بيروت المحامية والحقوقية ديالا شحاده.